بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للآمنين، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا زلنا في كتاب ذم الجاه والرياء، واليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الفضيل. وقد علمنا الإمام الغزالي رحمه الله أن الصيام مستويات، يعني أن القلوب في الصيام مستويات. الأول هو صوم العوام، لا يأكل ولا يشرب، وإن كان له زوجة لا يقربها في نهاره، وقضيت لا يقربها قضية مجاز في نهار رمضان من الفجر إلى مغيب الشمس. الإمام غزالي يقول أن هنالك صوم الخصوص، وهو صوم الجوارح، وهو صوم الجوارح. تصوم العينان عن رؤية الحرام، ويصوم اللسان عن قول الحرام، وما قاله في رمضان وحقيقة يجب أن يكون في غير رمضان. فهل يحتحرم النمل الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والفحش واللعن تحرم في رمضان وتحل في غير رمضان؟ وهل يحرم النظر إلى الحرام في رمضان ويحل في غير رمضان؟ وهل يحل سماع المنكر في غير رمضان؟ وهل يصح البطش، يعني تتوب عن البطش في رمضان ثم تعود إلى البطش وتعذيب الناس وقتل الناس في غير رمضان، وتمشي تمتنع عن المشي الحرام في رمضان ثم تعود الحرام في بعد رمضان؟ حاشا وكلا. ثم قال أن هنالك صوم، أن صوما آخر هو أعلاها، وصوم القلب عما سوى الله عز وجل. إذا كان صعب على الواحد فينا أنه يمتنع عن قول عن الغيبة والنميمة، فكيف سيصل؟ انتبه، كل مرحلة ضرورية للتي بعدها. فلا يقول أنا جوارحي صائمة فلا أحتاج إلى الصيام، الامتناع عن الصوم بمعنى الامتناع عن الطعام والشراب. ولا يقفز إلى المرحلة الثالثة ويقول أنا قلبي أبيض، أنا قلبي إيش؟ تنكت نكتة سوداء في القلب بعد كل ذنب من الذنوب، يعني يصبح هنالك ضبابية في الرؤية، يصبح هنالك إيش؟ غشاوة، قليلا قليلا، حتى لا يرى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إحنا نقول بالعامية طلمس، طمس على قلبه. فكيف لا يصوم عن طلب الشهرة؟ هذا كتاب ذم الجاه والرياء. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من أحب الشهرة، ما صدق الله من أحب الشهرة. لأن حب الشهرة دليل على مرض القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم. شو معنى قلب أبيض؟ يدعي أن قلبه سليم. كيف يكون القلب سليم ولم يسلم الأمر الله عز وجل؟ لا في صيام صوم العموم ولا في صوم الجوارح لم يمسك، أمسك عليك هذا، لم يمسك هذا، ويقول قلب أبيض يعني قلبي سليم. حاش، لا يمكن. إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال أيوب السختياني: والله، هذا قسمه، ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. ما معنى هذا الكلام؟ أقسم بالله عز وجل، ولا قسم إلا بالله. في بلادنا الله يهديهم عرض أمي وعرض أختي والكعبة وال... في أشياء
414 سنة. يعني بيخترعوا أشياء عندنا. طيب قال ما صدق الله عبد، يعني ما صدق الله عبد في المعاملة في العبادة. إذا كان صادقا ماذا يتمنى هذا الصادق؟ إلا سره يكون من دواعي سروره ألا يعرف الناس بحاله، يخفي صدقته ويخفي قيامه ويخفي صيامه رمضان رمضان في غير رمضان، مش بيمشي يعني بين الناس وهو قاعد يجر قدميه جرا حتى يقول له، يقال له مالك؟ ماليش شي صايم، ماليش شي صايم. هذا ليس حال من صدق، يعني بدون ايش؟ بدون أن يشرك مع الله عز وجل شيئا. يعني القلب من أراد الصفاء، من أراد إيش؟ الصفاء والنقاء والطهر. إلا سره ألا يشعر بمكانه، مغمور في الناس رب أشعث أغبر. يعني أنت، إحنا عند أهل بلادنا بيقولوا إيش يعني رب أشعث أغبر؟ يعني أمام الناس نقول هذا بسواش إيش؟ نقلة. قولوا بسواش نقلة، سواش تعريفه. ولو أقسم على الله لأبره. مغمور، لا يدعي، لا يحدث، لا يقول، لا يفصح، رضي بأن يكون الحال مع الله. فمن آثر الناس على الله عز وجل، فماذا تكون مكانته؟ من آثر الناس، من آثر رضا الناس، من آثر معرفة الناس، من آثر مدح الناس، يقول لهم حتى ايش؟ ما شاء الله فلان. ايه. وعن خالد بن معدان انه كان اذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة يحدث الناس، فاذا ازداد الناس خاف على نفسه، خاف من الشهرة، خاف على قلبه، خاف من الشرك، يترك الحلقة وهو الذي يدرس فيها. وعن أبي العالية أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاث، أكثر من ثلاثة، قام يدرس القلة من الناس، قلبه لا يتحمل. هل القلب لا يتحمل القليل؟ ربنا يغفر لنا. ورأى طلحة قوما يمشون معه أكثر من عشرة، ماشي موكب، فقال ذباب طمع، يعني مثل الذباب، مثل إيش؟ الذباب. يكون هناك قصعة من الطعام فيجتمع عليها الذباب. قال ذباب طمع وفراش نار، لأن الفراش يقترب من النار حتى تحرقه، الفراش يقترب من النار حتى تحرقه. وقال سليم بن حنظل بين نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه، إذ رآه عمر رضي الله عنه فعلاه بالدرة، فقال انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ قال إن هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أبي بن كعب صحابي جليل، صحابي رضي الله عنه جليل، ولكن هذه المشية مثل الموكب وراء صحابي اعتبرها سيدنا عمر بن الخطاب ايش؟ فيها إذلال لمن خلفه وفي فتنة لأبي رضي الله عنه أو لأي إنسان في مثل هذا. الناس يجتمعون عليه بعدين نفسه يصير ايش؟ يقول لك ها. وعن الحسن قال خرج ابن مسعود يوما من منزله فاتبعه أناس فالتفت إليهم فقال علامة تتبعوني؟ ليش جايين وراي؟ فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. ما معنى هذا الكلام؟ عليش متبعين، لو تعلمون ما أغلق عليه الباب مما ستر الله عز وجل. طبعا هذا لا يعني أننا نخوض في الصحابة الكرام، بل هو ورع، بل هو خشية، بل هو تقوى، ولكن الله عز وجل
ستر، فإعجاب الناس بك هو إعجاب بجميل ستر الله عز وجل عليك قولا واحدا. فالله نسأل ستره، جميل ستره في الدنيا والآخرة، يستر عنا ويستر علينا، ليس أجمل من الستر. أجمل من الستر ألا يكون هنالك حاجة، ولكن لسنا أنبياء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا موسم توبة. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة